السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية احنا بدأنا بالركائز الأساسية للنجاح، وحكينا ان الواحد يعرف نتيجته، يعرف النتيجة النهائية اللي بده يحققها ويبنيها بصورة بأي اشي بعقله يعملها، انه هاي الشغلة خلاص هاي اللي بدي اياه. عارف النتيجة النهائية، عملها. يعني بده بيت، بنى البيت في راسه، عمله قديش غرف قديش كذا. هذا اللي حكينا عليه المرة الماضية، وقلنا لحتى هذا الشيء يستمر معنا شو لازم ناخد؟ لازم ناخد الخطوة الأولى لإله. الخطوات لازم أول خطوة تاخدها بمجرد ما أنت قررت إنه هذا اللي بدي إياه. في أي عمل، اي نتيجة انت بدك اياها، ان لم تخطو الخطوة الاولى لإلها هتبقى هاي حلم في عقلك وتضلك تحلم فيه ولن يتحقق. الحلم لا يتحقق الا اذا اخذنا الخطوات الاولى لإله. مثلا بدك تشتري سيارة، شو بتعمل لما بدك تشتري سيارة؟ اول شغله بتعملها بتبلش تسال عن السياره مع ناس مشتري عندهم سياره. كيف السياره هاي؟ كيف مصروف البنزين تبعها؟ قديش اعطالها؟ قديش كذا؟ لما تبلش هاي تاخذ الخطوه الاولى لتجمع معلومات عن السياره، بعدين بتروح على معرض سيارات وبتبلش تسال قديش سعرها هون، وقديش شو المواصفات تبعها، شو موجود فيها. هاي الخطوات بتصير تتسارع وتتتالى. هلا منين بدي اجيب مصاري؟ كيف بدي اجيب مصاري؟ هذا بنحكي عليه بحلقات تانية ان شاء الله. ولكن المهم ان تاخذ الخطوه الاولى لتحقيق النتيجه اللي انت بدك اياها. هلا احنا حكينا على السياره، بس هذا يمشي على كل نتيجة انت بدك اياها. يعني انا بدي اصير مهندس، فبالتالي لازم اخلص المدرسة حتى اقدر اروح اخذ هندسة. نفس الشيء الهندسة مثلا بدها ايش؟ علامات شوي عالية، بدها تكون بالرياضيات جيد، فبالتالي لازم ادرس الرياضيات واكون فيها جيد. هلا بدي اكون طبيب، نفس الموضوع، بدي امشي بنفس الاسلوب بنفس الطريقة لأحقق. بدي اخذ الخطوات، يعني لازم اخلص مدرسة، لازم اشوف شو الجامعة اللي بدي اروح ادرس فيها، شو التخصصات. نفس الشيء بالعلاقات الاجتماعية، بدك تتجوز، كيف بدك تتجوز؟ بدك تاخذ خطوة، بدك تروح تشوف صبايا، بدك تقول لامك او انت نفسك تروح تتعرف على حدا. وهلأ هذا اللي صار دارج، هاي عجبتني هاي ما عجبتني. قبل ما تروح قبل حط مواصفات شو اللي بدي اياه. هيك بتكون بدأت تاخذ الخطوة الاولى. منشان نكمل البروسيجر تبعنا ونكمل الركائز الاساسية ان شاء الله بالحلقة الجاي، حنكمل بشغلة مهمة جدا، وهي انه يكون الانسان عنده الحاسة السادسة. كيف تطوير الحاسة السادسة حتى يقدر يلاحظ كل شيء حواليه ويقدر يجذب كل شيء من حوله لإله ويكون هو صانع القرار تبعه. فإن شاء الله منلاقيكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم، وأترككم في رعاية الله.